في كلمته خلال قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، الرئيس السيسي يؤكد أن جهود مصر لحل أزمة السودان تتكامل مع المسارات الإقليمية كافة. اكتشاف أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة. وفي الاقتصاد، هيئة الاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين جديدتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية. تفاصيل الثانية، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الاجتماع عن بعد في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة أن القمة ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي. وقد أكد السيد الرئيس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أهمية المبادرة الأوغندية بعقد هذه القمة لما تمثله من قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره. كما تحدث الرئيس عن أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن جهود مصر في هذا الشأن تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة. وأوضح سيادته أن الجهود المصرية تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أن النزاع في السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب وراءه، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في الأزمة السودانية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور. أعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى الكشف عن أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباستيون بمنطقة آثار سقارة. وخلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن الكشف الأثري الجديد، أوضح عيسى أن البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار نجحت في الكشف عن أكبر ورشتين للتحنيط، إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، إضافة إلى الكشف عن مقبرتين ولقى أثرية كثيرة. وأكد عيسى أن المنطقة الأثرية الفريدة منطقة سقارة تعتبر أحد أهم أجزاء جبانة منف المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مشيرا إلى أنها بمثابة متحف أثري مفتوح يبرز جانبا كبيرا من فترات التاريخ المصري القديم. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الخبير الأثري دكتور مجدي شاكر. دكتور مجدي، بعد التحية، الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، أهمية هذا الكشف؟ دينا، برحب بحضرتك وبرحب بدكتور خالد، وببارك لمصر وببارك للعالم كله، لأن هذا الأثر رغم أنه هو يعني موجود على أو اكتشف في الأرض المصرية، ولكن هو تراث بشري وتراث عالمي. فهنيئا يعني لكل المصريين وكل العالم. وده بيرد على بعض المدعين ان هناك صانعي الحضاره غير المصريين. بقول لهم يعني كل يوم هذا البلد وهذه الارض بتثبت ان صانعي الحضاره وكشيف الحضاره هم مصريين، ولاد مصريين، ولاد مصريين، حتى الجد زي بيقولوا عندنا في ريفنا، حتى الجد السابع. الكشف ده كشف مهم جدا جدا، لان اولا لا احنا يعني من القراءه بتاعت حضرتك ومورشتين للتحنيط ما كانش مقتصره فقط على الجانب الادمي، ولكنها الجانب الادمي وكان واحده ثانيه للجانب الحيواني او بتاعت الحيوانات، وخاصه المعبوده باستت وهي المعبوده القطه. ولكن يمكن اهم حاجه في هذا الكشف هي ان هم لقوا مقبرتين، احدى هذه المقابر من الدوله الحديثه من عهد الملك تحتمس الثالث لحد مهم جدا اسمه منخبر. اثرني في اللقب بتاعه ان هو كان من ضمن القابه ان هو كان كاهن المعبوده قادش، والمعبوده قادش دي كانت معبوده يعني عبدت في مصر، ولكنها جايه اساسا هي معبوده كنعانيه جايه من سوريا.
ودي يثبت ان هذا البلد طول عمره قابل للاخر بصرف النظر عن عقيدته او اي شيء. واحنا يمكن من شهرين برضه لقينا يعني تمثال معبود ابوزا. فاحنا بنقول لكل الدنيا ان مصر طول عمرها حاضنه لكل الاديان وكل المعتقدات وكل الفكر، وبالتالي ده مهم جدا جدا. وشروط التحنيط بيثبت ان التحنيط ما كانش قاصر فقط على الناحيه الادميه، ولكنه امتد فقط كمان للناحيه الحيوانيه. التمثال اللي لاقوه لهذا الشخص المهم جدا اللي هو من خبر، وتمثال من الرابستر في منتهى الروعه والجمال، كمان بعض ادوات التحنيط وبعض المواد التحنيط اللي هتميت اللسان عن سر ما زلنا يعني في كتير جدا من اسرار الحضاره المصريه، وهو التحنيط الادوات اللي لاقوها بالرغم من بساطتها وبالرغم من لكنها مهمه جدا، لانها ادوات خاصه ببعض المواد اللي كانت بتستعمل في التحنيط وبعض الادوات كمان اللي بتستعمل في التحنيط. وده يدل على شيء، فيدل ان هذه المنطقه هي منطقه سقاره زي ما قال السيد الوزير، ما زال فيها اسرار كتير جدا جدا ومازال. نعم. طيب يعني دكتور مجدي، كيف يمكن استغلال هذا الحدث والكشف الأثري الهام في التسويق السياحي ودعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر؟ بشكر حضرتك استاذ دينا. الحلم اللي بنحلم بيه دايما، ازاي انا بروج لهذا الموضوع؟ حلمنا كتير، وخاصة ارجو يعني من يعني يبقى لنا قناة دايما بنادي بيبقى لنا قناة خاصة بالسياحة والآثار. هذا الإعلان لو احنا عندنا قناة خاصة بتتكلم باللغات وبالراوغ يعني بنتكلم العالم بلغته، واحنا تابعنا هذا الكشف منذ عده اشهر، اكيد هو ما ظهرش النهارده ولا امبارح وتكلمنا عليه، مش مجرد هنتكلم عليه النهارده وبكره هنسكت. فلو عندنا قناه خاصه بالسياحه والاثار المصريه، قناه دوليه تتكلم بعد اللغات، اعتقد الموضوع هيبقى افضل، لان مجرد اعلان وينتهي ده شيء احنا مش عايزينه. ولكن طبعا احنا اسمنا اسم مصر واسم هذا الكشف، اعتقد ما فيش وسيله اعلام النهارده او وكاله انباء لما تتكلم مصر، فوجود اسم مصر في قوة، وانت عارفة حضرتك ان يعني احد اهم القوى الناعمة عندها في مصر هي الان هي الاثار المصرية، وخاصة صحيح. انت عارفة حضرتك بره مهووسين بالاثار المصرية وعندهم الايجيبتوموني او الهوس بالاثار المصرية. فبالتالي ده الكشف ده مهم جدا جدا، يعني احنا اسمنا موجود، وده يعني هيخلي كتير ناس كتير جدا يبقى عندها شغف ان هي تيجي فان هي تزور هذا الاثار وتزور هذا البلد. اكيد. الخبير الاثري دكتور مجدي شاكر، شكرا جزيلا لحضرتك. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من محافظة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية وهم في طريقهم إلى مدينة أريحة شرق الضفة. وعلى صعيد متصل واصلت قوات الاحتلال حصارها المفروض على قرية المغير شرق رام الله. وخلال مواجهات في القرية تعرض السكان لاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، وأصيب أحدهم بالرصاص الحي في رأسه، بينما أحرق مستوطنون 5 سيارات تعود للمزارعين في المنطقة. رفضت روسيا الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، قائلة إن واشنطن تنشر منذ عقود مثل هذه الأسلحة النووية في أوروبا. وقالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة إنه من الحق السيادي لروسيا وروسيا البيضاء ضمان أمنهما بالوسائل التي ترى أنها ضرورية في ظل الحرب الواسعة عليها، وذلك على حد تعبيرها. هذا وقد أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتلات سواء حلف شمال الأطلسي ناتو أو الاتحاد الأوروبي من الشروط الأساسية لتسوية النزاع في أوكرانيا. وقال غالوزين إن التسوية بأوكرانيا غير ممكنة إلا بتوقف العمليات العسكرية الأوكرانية وعدم توريد الأسلحة الغربية لكييف. طلبت أوكرانيا رسميا من الحكومة الألمانية تسليمها صواريخ كروز جو أرض من البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل، حيث زادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات F-16. من جانبها أعلنت المملكة المتحدة عزمها تسليم صواريخ من طراز ستورم شادو إلى أوكرانيا لتكون الأولى التي تزودها بهذا النوع من الأسلحة البعيدة المدى.
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال خلال استقباله للموفد الصيني لي هواي في موسكو إنه يرى عقبات جدية أمام التوصل لحل سلمي في أوكرانيا، وجدد لافروف التزام موسكو بالعمل لصالح حل سياسي دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية. كما قال لافروف إن موسكو ترصد وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا ومن وصفهم بداعميها الغربيين أمام استئناف مفاوضات السلام. يشار إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد طلبت من المبعوث الصيني خلال زيارته برلين الضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا. في السياق ذاته قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي حوار يصب في حماية مصالح روسيا. في سياق آخر استدعت الخارجية الروسية دبلوماسيين أمريكيين كبارا للاحتجاج على تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان الذي اتهمته بتأييد شن ضربات على شبه جزيرة القرم، وقالت الوزارة إن أي شكل من أشكال العدوان على روسيا سيقابل دائما بأقوى رد ممكن. ميدانيا قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن أوكرانيا هاجمت الكرملين بطائرات مسيرة في 3 مايو الجاري بدون التنسيق مع الدول الغربية. كما قال غالوزين إن الهجوم كان محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حد قوله. هذا وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أن القوات الروسية قصفت خيرسون 45 مرة خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية خلال الساعات 24 الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الهيئة قولها إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مواقع قيادة روسية و3 مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة ووحدتين من المدفعية ونظام دفاع جوي. أعلن حاكم منطقة بسكوفا الروسية ميخائيل فيدرينيكوف أن انفجارا وقع في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع روسيا البيضاء قد ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب، مشيرا إلى أن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين. وقال حاكم منطقة بسكوف إن تحقيقا أوليا أظهر أن الهجوم نفذ بطائرتين مسيرتين. في برلين سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو. يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة في موسكو بحلول الأول من يونيو. وقالت الخارجية الألمانية في بيان هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة. في إبريل الماضي حددت الخارجية الروسية سقفا لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يسمح لهم بالبقاء في روسيا. أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ أهمية العمل على توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان وأوكرانيا، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم قيم الحرية والديمقراطية. وقال شالنبرغ أنه أجرى مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي في فيينا ركزت على آفاق توسع الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان في ضوء الحرب الروسية، وكذلك دعم النمسا للتمسك بالمعايير الدستورية والحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة الشباب في بلدة بولومرير على قوات حفظ السلام الأوغندية المنتشرة في الصومال. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له أن هذا الهجوم الأخير على الجنود الذين يقومون بعمليات لدعم السلام في الصومال لا يؤدي إلا إلى تعزيز التزامنا بالوقوف مع المنطقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المستمرة ضد الصوماليين.
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أبحرت عبر مضيق تايوان ترافقها سفينتان أخريان، وإن 8 طائرات حربية صينية عبرت خط المنتصف بالمضيق خلال 24 ساعة الماضية، وهي أمر تفعله الطائرات الحربية الصينية بصورة دورية منذ المناورات الحربية في أغسطس الماضي. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه رد بالشكل المناسب. هذا ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الصينية حتى الآن. أعلنت الفلبين حدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ماوار والمصحوبة بالرعد والبرق، وغمرت المياه العديد من المنازل في محافظة سامار الشمالية، فيما تسببت الرياح العاتية بمدينة كوتاباتو في سقوط الأشجار وقطع الطرق. من المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على محافظة لوزون وهبوب رياح موسمية بعدة مناطق بالبلاد. من جانبها حذرت اليابان من أن إعصار ماوار القوي قد يقترب من محافظة أوكيناوا جنوب غرب اليابان بحلول الأسبوع المقبل. انطلقت اليوم الامتحانات التحريرية لطلاب المدارس الثانوية الفنية صناعي زراعي تجاري وفندقي، ويؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات، إضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت أمس الأول الخميس، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 8 من يونيو المقبل. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على الفئات الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع. تسعى وزارة الداخلية إلى طرق كافة الأبواب لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. في هذا الإطار واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، التي تستهدف توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا بخاصة السيدات المعيلات، وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مبادرة كلنا واحد مش بتروح بس المحافظات الكبيرة زي القاهرة والجيزة، لا ده بتيجي الصعيد هنا، هي المنيا وصمالوط وكمان القرى كمان. تشرفتونا النهاردة ونشكركم وإن مهتمين بالذات الإعاقة، وإن جيتوا المنيا والصعيد هنا وجابلنا المنتجات الغذائية. بنشكر الرئيس والله على اهتمامه لينا وعلى الضباط الموجودين. بشكر بصراحة على كل اللي بيعملوه معانا، يعني احنا ما فيش حد بيعمل معانا هم اللي بيعملوه. قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن وجه مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة لقاطني تلك المناطق. ربنا يخليك يا رئيس لينا يا رب. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. ربنا يخليك ويخليك حال البلد يا رب. مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تضمنت في مرحلتها الثالثة إلى جانب المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قامت بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاطني المناطق المستهدفة، الذين أشادوا بقوافل الدعم المتواصلة التي تقدمها الوزارة لهم، والتي تأتي في إطار تفعيل مشاركتها المجتمعية كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية. قافلة طبية ممتازة جدا جدا، كل الكشوفات كان اعتقد كانت موجودة كلها. حاجة بصراحة مشرفة جدا وكويسة خالص، فيها علاج وفيها دكاترة وفيها يعني حاجات كتيرة حلوة ومجاني. بشكر سيادة الرئيس على اللي بيعمله معانا، يعني مبادرة كلنا واحد دي مبادرة من احسن حاجة اتعملت. كلنا واحد بتخفف الحمل وكده، وربنا يبارك لكم انتوا والرئيس.
وربنا يخلينا سعادة الرئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن ماديا ومعنويا لتخفيف الأعباء عنهم. أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه في مجال الوصول لصفر انبعاثات كربون تبحث الدولة كيفية تضمين العديد من الصناعات في تحقيق هذا الهدف. وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لصافي صفر انبعاثات كربونية الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قالت وزيرة البيئة إن صافي صفر انبعاثات كربونية قضية مهمة وحيوية تخص جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتهتم الدولة بها على المستوى الاستراتيجي مما يتطلب ضرورة البحث عن أنسب وأفضل الطرق للوصول إليه، مشيرة إلى أن العالم لديه فرصة عظيمة في مؤتمر المناخ القادم كوب 28 للوصول إلى أهداف محددة ومجموعة من الإجراءات لتحقيق هدف صفر انبعاثات مع العمل على إجراءات التكيف في الوقت نفسه. عقدت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع نادي أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة ندوة لحماية القانونية للعلامة التجارية، والتي ناقشت الأبعاد القانونية لحماية العلامات التجارية والعقوبات التي سيفرضها القانون في حالة إيجاد أي مخالفات. حماية العلامات التجارية هي تسجيلها بشكل قانوني، حيث لا يمكن لأي أحد استخدام هذه العلامة دون الحصول على تصريح من صاحبها الأصلي، وللدولة دور فعال للحفاظ على حقوق الملكية. ولوضع معايير الحماية القانونية للعلامات التجارية عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان الحماية القانونية للعلامات التجارية، والتي نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة. حماية العلامات التجارية دي بتنقسم إلى قسمين، في قسم موضوعي وفي قسم إجرائي. قسم موضوعي يعني لو حصل اعتداء على علامة حق بها ضرر أطالب تعويض، ده مدني، ولو كان الاعتداء ده بيمثل جريمة يبقى في جنائي. أنا اللي يهمني الحماية الإجرائية، الحماية الإجرائية دي بتبقى سابقة أو معاصرة للنوعين اللي قلتلك عليهم. وتمنح حماية العلامات التجارية الحقوق الحصرية على مجموعة من المنتجات، ويحتاج الأمر إلى تسجيل العلامة التجارية بشكل قانوني حتى تضمن حق صاحبها. أما في حالة التعدي على حقوق الملكية للعلامة التجارية فهناك العديد من الإجراءات القانونية التي يتوجب اتخاذها لتسترد تلك الحقوق. وطمن كل مستثمر جاي في مصر أنه لو عنده علامة تجارية هو بيقدر أنه هو يمارس نشاطه ويحمي ويبقى مطمن تماما ان علامته التجارية ديت مش محل انتهاك، وانها متأمنة بنسبة كبيرة جدا، وانه عندنا حماية قانونية تدعمها. حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية هي اساسا يعني بتوفر الحماية الاقتصادية للشركة ولجميع الشركات الناشئة في مصر والشركات المستثمرة من الخارج. الحقيقة ان الدور المحب يكون فيه يعني اصبح دور غير تقليدي يعني كما كان في السابق. الدور اليوم بيكون يعني يجب على المحامي ان يكون ملما بكافة القوانين الوطنية والقوانين الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية التي توفر كافة سبل الحماية للعلامات التجارية. اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للمعتدين هي أدوات فاعلة من أجل حماية وإنقاذ العلامات التجارية. هنا النحال للتلفزيون المصري. اقتصاد الثانية، أهلا بكم. سلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة، وتسلم الرخصة الذهبية الأولى
مدير العام لشركة باكو مصر للأجهزة المنزلية بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش ايجيبت للأجهزة المنزلية المالكة للعلامة التجارية بوش بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات. وافق مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على طلب الإدارة، وذلك للاستفادة من رأس المال المتاح في صندوق التنمية الإفريقي نافذة الإقراض الميسر من أجل حشد المزيد من الموارد عن طريق طرحه بأسواق رأس المال في صورة أسهم وسندات واستثمارات طويلة الأجل. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور إيكونومي أديسانا خلال الحفل الختامي للاجتماعات إنه عند التنفيذ الكامل يمكن لمجموعة البنك أن توفر ما يصل إلى 27 مليار دولار لمساعدة الدول الضعيفة ومنخفضة الدخل. وأضاف أديسانا إنه يمكن جمع 4 مليارات دولار إضافية أو حتى أكثر لكل دورة للدول الأقل نمواً. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن البنك الإفريقي للتنمية يرتبط بالعديد من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر ومحور الطاقة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدتها المشاط مع إيكونومي أديسانا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية لشركائها مع جميع شركاء شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء سعيها لتعزيز التعاون لتحقيق رؤية التنمية 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشددة حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية لا سيما البنك الإفريقي للتنمية. تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي بالصين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مع استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح، كذلك مع ضعف الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي. وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت بنحو 20.6% من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت بنسبة 21.4% في الأشهر الثلاثة الأولى. وفي أبريل وحده تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي بنحو 18.2% على أساس سنوي. قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية. وذكر صندوق النقد في بيان أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا. وتضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7% للعام 2023 وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه. وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن الاتفاق قريب جدا وأنه متفائل. وأشار بايدن إلى أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قبل حلول منتصف الليل، ما يسمح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد. ومن جهته قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي إنه تم إحراز تقدما بالأمس وأنه يريد إحراز تقدم اليوم أيضا، مضيفا أن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق على كل شيء.
وأخيرا مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين الموعد النهائي لرفع سقف الاقتراض الحكومة الاتحادية، وقالت يالين إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول 5 من يونيو المقبل ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31 تريليون و400 مليار دولار. وتوقعت يالين في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في مطلع يونيو أو ربما بالتحديد في أول يونيو المقبل. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم نشرة الثانية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. في كلمته خلال قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، الرئيس السيسي يؤكد أن جهود مصر لحل أزمة السودان تتكامل مع كافة المسارات الإقليمية. اكتشاف أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة. مسبيرو دوت إي جي فيه المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.